ذكرى استشهاد الرمز يغود يوسف إحدى أهم محطات التاريخ الثوري للجزائر. كيف لا وقد ارتبط اسم الرجل بأكبر الهجمات التي شنتها الثورة التحريرية المباركة على القوات الفرنسية، هجمات كبدت المستعمر أكبر الخسائر بفضل حنكة واستراتيجية هذا البطل. الشيء اللي يسمز به شهيد زغود يوسف خاصة بعد معركة سواد بوكركر في 18 جانفي 1955 واستشهاد ديدوش مراد قائد المنطقة وبعض الرفاق الذين كانوا معه، إذا زغود يوسف تحمل المسؤولية وجد. وبعد الرسائل التي كانت تأتيه من الأوراس، حصار الكبير كان على الأوراس والثورة كادت تتوقف، فزاءت رسائل من الأوراس وعلى أساس أنه لابد للثورة أن تنطلق في كل مناطق الجزائر إلى غير ذلك. وزغود يوسف هنا بدأ يتصل ببعض رفاقه في كل الشرق الجزائري. هجمات 20 أوت 55 900 و1000 التاريخ سجلها وسجل معها قوة وشراسة زغود يوسف في مواجهة العدو، هجمات أعطت دفعا قويا للثورة ومكنت من تجنيد شعبي نحو معركة التحرر. زغود إذن مخطط استراتيجي عبقري، هذه الوحدة جسدها زغود يوسف في هجومات 20 أوت، لأنه هو كان يجيب المجاهد ويحط معاه الشعب المناضلين بالمزابر بالشواقر بالكبريت. يوم 20 أوت كي وقعت الهجومات ولا الفرنسي يخاف من الجزائري، الرعب بدل الموقع تاعه، بل إن الكثير من المستعمرين الفرنسيين بدأوا يحزمون حقائبهم بعد ما وقعت هجومات 20 أوت. والهدف تاعه قلنا باه يفك الحصار على الوراس وباه يقدمها في جمعية الأمم، يشوفوا الشعب كيف يهاجم، الرصاص يأكل فيه، والاستعمار بالإشارات وبالطموق وبالشي، والشعب هاجم للفلاج بالشاقور وبموس وما أعرف شي هو، ورى للعالم باللي هذا شعب طالب استقلال. رغم استشهاده في ريعان شباب عن عمر لم يتجاوز 35 سنة، لكن سجل البطل زغود يوسف اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الثورة الجزائرية. مثله مثل أبطال آخرين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وحرروا البلاد من العدو الفرنسي.